أهلا بحضراتكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، نستعرض فيها أهم وآخر المستجدات في الشأن المحلي. بعد مرور 4 سنوات على إطلاق حياة كريمة، تواصل المبادرة الرئاسية عملها لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته. المبادرة التي أعلن عن انطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 استطاعت بالفعل خلال هذه السنوات أن تغير حياة الملايين من المصريين وتنهي مشكلاتهم اليومية لتصبح أهم مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً. استطاعت حياة كريمة تطوير حياة المصريين في القرى الأكثر احتياجاً لتعمل المبادرة على تغيير نوعية حياة أكثر من 58 مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل، وتغطي مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالي 175 مركزاً في 20 محافظة. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية حققت مشروعات حياة كريمة الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهمت المبادرة في تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرا، وأصبحت مصدر فخر للمصريين في الداخل والخارج وحديث مؤسسات المجتمع المدني العالمية لما تقدمه من انتصارات كبيرة في حق الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة.
يعد مشروع حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كل جوانب وتفاصيل الحياة في الريف وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين. المزيد في العرض التالي. أنا إنسان عايش أحلامه ومفيش حاجة تقف قدامه، مش شايف أنا في الدنيا دي قدي، واخد كل حياتي تحدي. إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، فاليوم أؤكد لكم إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وعشان أنا واحد من الملايين، أحلام عمرنا تعيش لسنين، هنشق طريقنا مع بعضينا، لمتنا هي اللي تحمينا. من ظهري أنا مصري طبعا. تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد، في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. We'll be right back.
يمثل مشروع حياة كريمة الذي يعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث نقلة حضارية كبيرة لحياة نحو 60% من الشعب المصري، ويؤسس لواقع جديد للريف المصري عنوانه التنمية. المزيد في العرض التالي. كريمة حسستني أنا إنسان. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبدا. يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عمل الشغل عملاق كبير. إحنا بقينا بني آدمين وحياة أي حياة كريمة. ينصر ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة دي. أشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيبتي. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، أوضتين وصالة. مقبرة أنا هشتغل مع حياة كريمة. تحيا مصر، تحيا حياة كريمة. يا ابن بلدي صبرت كتير ومستني بكرة جايل لك مشروعنا كبير وفي ألف فكرة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. ومن ملف حياة كريمة إلى ملف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. جاء تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والمزيد حول أهداف وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العرض التالي والزميل شادي شاش. أهلا بكم.
يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأول من نوعه في مصر، والذي يضم الاتحاد العام للجمعيات وكل الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الدخل. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي تم تأسيسه في 13 من مارس 2022 لخدمة الأهداف التنموية للدولة ورؤية مصر 2030، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، وإيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء التحالف الوطني كأحد ثمار حوار موسع احتضنته مؤسسة حياة كريمة بين شركاء المجتمع المدني حول سبل تعزيز الشراكة وتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة، لا سيما في ضوء توسع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية من خلال تقديم مبادرات الحماية والدعم الاجتماعي المختلفة بشكل تكاملي. ومن شأن جهود التحالف المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الأرض عبر التنسيق الفعال وتوزيع الجهود ووضع قاعدة بيانات موحدة يعمل من خلالها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث وضع التحالف عبر ميثاقه خطة لتقديم برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إتاحة فرص الرعاية الصحية. ويستهدف التحالف الوطني تعظيم الاستفادة من إمكانات وقدرات أعضائه وتوحيد الجهود لإحداث الأثر التنموي المطلوب، بما يحقق رؤية مصر في تطوير الريف وبناء الجمهورية الجديدة عبر خلق نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. ومنذ تأسيسه وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مذكرات تفاهم وتعاون مع العديد من المؤسسات من أجل خلق أنشطة تنموية غير تقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين في القرى الأشد احتياجا، والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالاستدامة. وتمثل مبادرات قطار الخير ووصل الخير وستر وعافية أبرز مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي استهدفت الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستحقين من خلال عدد من المراحل في مختلف المحافظات تضمنت قوافل غذائية وطبية، فضلا عن عدد من المبادرات التعليمية ومبادرة إزرع لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا تعريفيا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأبرز جهوده. شكرا للمتابعة. إلى هنا تنتهي تغطيتنا الإخبارية، قدمناها لحضراتكم من إكسترا نيوز. وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.